النصيحه اللي بعد كده ان الناس مش زي بعضها الناس مش زي بعضها في الاعراض في اعراض العيا ولا في شده الاعراض يعني ممكن ناس يجي لها الاعراض بس تلاقي ناس الكحه عندها جامده اوي تلاقي ناس عندها حاله التكسير الجسم جامده قوي يبقى الناس مش زي بعضها لا في الاعراض ولا في شده الاعراض وبالتالي الناس مش زي بعضها لا في العلاج ولا في فترة العلاج صح كده؟ يبقى المفروض يا جماعة أنه بناء على المعلومة البيزك دي أو المعلومة المبدئية دي محدش يتطوع ويعلن عن مثلا طريقة علاج أو بروتوكول علاج خالص أنا ده دلوقتي مثلا طلعت معاكم أهو في وسيلة إعلام محترمة جدا بقول نصائح خلاص كده؟ لكن أنا الواحد برضو الفترة اللي فاتت أبص ألاقي حد يقول إيه؟ وخصوصا في نطاق بقى الأمهات. لما تلاقوا حق فتلاقوا واحدة كده أنا شفت ده بعناية يعني تلاقوا حق تلاقوا أم تقول إيه؟ يا جماعة أنا ابني كان تعبان، ابني مثلا في المدرسة في السنة الفلانية، كان تعبان قوي ورحت كشفت له والروشتة أهي عشان لو حد محتاجها. ده كلام خاطئ يا سيدتي، ده كلام خاطئ. وكلام غلط كبير وما يصحش. لأن زي ما قلنا الناس ما فيها ما بتتشابهش لا في الاعراض ولا في شدتها ولا في طرق العلاج بتاعتها وهكذا. نفس الحكايه برضه تلاقي حد في الشغل يقول لك انا بقى اصل انا ايه كنت تعبان قول لنا بقى كنت بتاخد ايه؟ آه كنت باخد كذا وباخد المضاد الفلاني وباخد الدواء الفلاني وخدت مش عارف ايه وبتاع لا غلط غلط. لو عندك نصيحه عامه تقولها نصيحه الدكتور قالك دي نصيحه وانت عارف انها نصيحه وان هي فعلا مش مش هتفرق مع حد انما ما تنصحش بدواء. ما تنصحش بنوع دواء ما تنصحش بجرعه دواء ده مش ده دي مش نصيحه وانا وانا بقول الكلام ده واثق تماما من حسن النوايا وطيب النوايا انا متاكد من ده محدش بيحب, بيحب انه ياذي غيره لكن في ناس متصوره ان ده امر طيب او امر خير لكن هو مش طيب ومش خير بالعكس ممكن على أسوأ على اقل الفروض يعني ممكن يطول فتره العلاج يعني حد يقعد يقول لك أنا سمعت كلام زميلي وخدت الدواء اللي هو قال لي عليه وبتاع بس أنا بقالي 10 أيام يا عم طب أنت كنت تكسب ال 10 أيام دول إنك تروح للدكتور فيشخصك صح ويكتب لك العلاج المناسب ليك أنت أو لحضرتك أنت أو لولادك أنتوا وهكذا تمام؟ دي كانت تاني نقطة عايز أقولها لحضراتكم